بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة. وبيشرفني وبينورني في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ نبيل، برحب بيك وشرف ليا وجودي مع حضرتك النهاردة. أهلا بيك كاتب صحفي، شرف بوجودك. يعني وجودي نفسه في قناة الأهلي شرف ليا، لأن طبعا بتمثل أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط وأحد أكبر أندية في رأيي في العالم، يعني فده شيء جميل إن الواحد يبقى موجود مع في قناة الأهلي ومع جمهور الأهلي. وبنسعد دايما بآراء حضرتك البناءة ووجهات نظرك دايما اللي بتبقى صائبة في ظل كمان متابعتك للوسط الرياضي وما يدور كمان في الكرة المصرية بشكل عام. هو يعني من زمان الواحد بيحب الرياضة، طبعا مين ما يحبش الرياضة؟ الرياضة هي عنوان أي شعب، لأن الرياضة هي تجسيد لحالته الصحية والنفسية بشكل عام والعقلية أيضا، وبالتالي كلما كان في تقدم رياضي ونهضة رياضية تعرف أن الشعب ده يعمل وبيشتغل وقدامه فرصة نهوض أكبر وفرصة للسعادة أكيد أعلى، لأن الهدف هو في النهاية إسعاد الإنسان، الإنسان يبقى سعيد في حياته. تمام، فالرياضة جزء من هذه سعادة الإنسان. طيب أنت النهاردة مباراة الدور النصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى للأسف انتهت بخسارة المنتخب التونسي، كنا نأمل وجود منتخب عربي في النهائي. تعليقك على وصول تونس لمرحلة الدور النصف النهائي وما تابعته في هذه المباراة من قرارات كثيرة، سواء قرارات تحكيمية، ثلاث ركلات جزاء، كرة منهم أو ركلة جزاء تم إلغائها بعد الاستعانة بالفار، وتأهل تونس ووصولها حتى الإكسترا تايم أمام المنتخب السنغالي. هو أنا رأيي تونس بالنسبة للنتائج يعني شيء عظيم جدا أن تونس وصلت للدور قبل النهائي ولعبت النهاردة، وكانت ممكن تكسب النهاردة بسهولة جدا. لكن طبعا الكرة وارد فيها كل شيء بالضبط، وحسب نتائجها في دور المجموعات ما كانش متوقع وصلها أنها تصل إلى هذه المرحلة أو إلى هذا الدور، لكن كان الميزة أن مستواها ارتفع في الأدوار التالية. في دور 16 كان مستوى احسن، وبعدين بعد كده دور احسن، يعني مستواها كان بيرتفع، وده اللي وصلها انها تصل انها تلعب على المركز الثالث او الرابع. وطبعا مباراه عجيبه طبعا، لان كل فريق اهدر ضربه جزاء قبل احراز اي اهداف قبل ما يوصلوا ودي ظاهره غريبه جدا ان في ضربات جزاء ضاعت كتير قوي في طيب. يعني ساديو ماني نفسه ضيع ضربتين جزاء. بمناسبة بقى ركلات الجزاء، لأن النهاردة كانت في حالات مثيرة في مباراة تونس والسنغال، خاصة بعد الاستعانة بالفار أو الفار بعد ما بلغ الحكم الأثيوبي تسيما في هذه المباراة. معايا على التليفون الكابتن سمير محمود عثمان حكمنا الدولي السابق. كابتن سمير، برحب بحضرتك وفي ضيافة الأستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي في الأهرام. اهلا وسهلا كابتن محمد، وارحب بالاستاذ نبيل المحترم. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن سمير. كابتن سمير، مباراه النهارده فيها قرار تحكيمي غريب نوعا ما، او غريب في طريقه تنفيذه، لان الحكم الاثيوبي تسيما يمكن حسب ركله جزاء في الدقيقه 118 من الوقت الاضافي، وكانت المباراه خلاص بتتجه الى ركله جزاء اذا تم احتساب هذه اللعبه ركله جزاء بعد لمسه اليد على مدافع المنتخب السنغالي، اذ فجاه استعان الحكم بالفار بعد ما الفار بلغه ان هو يشوف اللعبه تاني على الشاشه، لان كان في يعني راي وراي اخر في احتساب اللعبه. عايز اعرف تعليقك على ان هو يرجع للفار وتدخل الفار في هذه اللعبه، وهل القرار صحيح ام خاطئ؟ بدايه طبعا الحكم احتسب بالخطا بناء على اللي هو شافه. تمام؟ طبعا. بعد كده حكم الفي ار اللي هو الحكم الفرنساوي اللي موجود النهارده في المباراه استدعاه عشان يبص على الكوره. هنا يا كابتن محمد الحكم ليه قرارين، يا يعني يقول يستمر لعبه وما يروحش يبص على الفي ار لان ده حقه، او يوقف المباراه معاه وتوقف المباراه ويطلع يبص على اعاده الكوره في الفيديو. تمام؟ وقد القرار الثاني اول ما اللعب وقف راح طلع بره واتفرج على ركله الجزاء اللي هو احتسبها. طبعا هنا انا مع تماما امشي مع حكم الفي ار، لان الكوره يا كابتن محمد مش ركله جزاء، وللاسف في خلط حصل بين الجمهور ان بيقولوا لا التعديلات الجديده بتقول لو الكوره جت في ايد اللاعب مش متعمده تحتسب. لا يا جماعه، التعديلات يا كابتن محمد زي ما احنا قبل كده وكنا سباقين جدا جدا في البرنامج في قناه الاهلي لما شرحنا التعديلات بالظبط اليد، قلنا يا جماعه في هدف التعديل فيها لو الكرة جت في ايد المهاجم واثمر عنها هدف او احرز منها هدف
سواء تعمد او غير تعمد الكره تحتسب هاند بول ويلغى الهدف. المدافع اما المدافع القانون القديم ماشي زي ما هو يا كابتن محمد، اللي هي لازم التعمد. لان حصل لبس النهارده في الموضوع والكل كان بيتكلم لمسه يد بركله الجزاء، القانون الجديد بيقول كده. لا ما هو القانون الجديد، بس المشكله الناس ما قرتش بقيه الجمله. الذي يثمر عنها هدف، الذي يثمر عنها هدف تحسب هاندبول. مين اللي يثمر عنها هدف؟ الفرقه اللي بتهاجم. الناس حصل لها خلط بين المهاجم او الفرقه اللي بتهاجم. لا، الفرقه اللي بتهاجم يا كابتن محمد والكره جت في ايد المهاجم سواء بعمد او غير متعمد تصفر وتحسب هاندبول على طول. انما على المدافع كما هي، مفيش اي تعديل عليه. طيب الاستاذ نبيل كان ليه سؤال لحضرتك. سمير، لو انا مهاجم وشايط الكوره وجت في ايد مدافع واقف في الجون وغصب عنه، يعني هو حاطط ايديه جنبه لكن جت في ايديه ومنعت هدف. بص يا كابتن عمر، شوف حضرتك قلت الكوره جت غصب عنه، تمام، والكوره هي اللي جت. طالما ان الكوره هي اللي جت والمسافه قريبه والكوره بسرعه، ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد ويستمر الرفع حتى لو منعت هدف. حتى لو منعت هدف، انت بقى احسبها بقى لو المسافه بعيده يا كابتن عمر، واللعيب مثلا كبر جسمه. يعني ايه اكبر جسمي؟ انا ممكن اكبر جسمي بايديا. اطلع ايديا بره جسمي، يبقى انا كده كبر. طيب هنا في تعمد، يبقى هنا تحسب ركله جزاء وكارت احمر عشان ده ايه؟ منع هدف. منع هدف بالظبط. انما الكوره بتاعت النهارده قرار الحكم الاثيوبي بامنك الاول كان غلط. القرار الاولاني غلط، دي ما تتحسبش اصلا. إذا تدخل الفار الحكم الفرنسي كان صح. البي ار أنقذه. البي ار أنقذه، طبعا النهارده أنقذه. طب هل الحكم الأثيوبي في البطولة يا كابتن سمير شايفه ماشي بشكل كويس؟ لأن كمان في نقطة غريبة. أدار مباراة في دور الثمانية، أدار مباراة في السيمي فاينال، في حكام ممكن يدير للسنغال دور ال 16 وفي نفس الوقت يدير للسنغال دور الثمانية. تعليقك على فكرة إن مملك بيدير كذا مباراة في الفترة الأخيرة بشكل متتالي. ده يدل على ان في فقر من الحكام الافارقه اللي على كفر، اللي احنا برضو قلناها قبل كده. انت عندك حكمين بس بيديروا النهائيات سواء في الشامبيونز ليج او في امم افريقيا، اللي هو بملاك وبكاري جسامه، هم الاثنين اللي بيحكموا النهارده. ما 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 بس هم بيحكموها. ده يدل ان ما عندكش حكم كفء تقدر تعتمد عليه، بالرغم ان في حكام كويسه جدا زي الحكم رضوان جيد من المغرب، رائع، اليوم من الكاميرون، فيكتور كوميز من جنوب افريقيا، الحكام المصريين. انا الحكم المصري اكبر حكم مصري عندي لعب مصر واحد يا كابتن محمد. علامه استفهام غريبه. وانت خرجت من البطوله، احنا ما دخلناش البطوله، فاكر؟ احنا خارجين بقى لنا حوالي 10 ايام البطوله. بالظبط. يعني لا، ووقت خروج منتخب مصر واحد. مصطفى غربال الجزائري ادار مباراه للسنغال في دور ال 16 وادار مباراه للسنغال في دور الثمانيه. برافو عليك، احنا عندنا بقى دي وتكرر مرتين، احنا ما عندناش حد تكرر برغم كفاءه الحكم المصري. بغض النظر عن اي سلبيات بتحصل في الدوري العام، عادي جدا بتحصل في اي دوري، بس لا كان هم اولى. انت عارف يا كابتن محمد، انا بملك يعني ايه بيعتمد على حاجتين، لياقته البدنيه عاليه جدا جدا، صح، تمام، وحاجه بصراحه انا معجب بيها. انت عارف حضرتك في المباراه اللي قبل النهائي، المباراه النهائيه، اما رئيس الجامعه الملكيه المغربيه انت عارف ضربه، كان في شكوى قصدك؟ جريء جدا، جريء جدا بصراحه، ودي حاجه تحسب له، وكتب في تقريره. واعتقد الاتحاد الافريقي خد ضده قرار قوي جدا ضد الراجل المغربي، فدي تحسب له كابتن محمد بالرغم يعني اي حاجه ثانيه. بصراحه شخصيه الحكم مهمه بصراحه. هي شخصيته مهمه، لكن المعلومه اللي عندي والكلام المؤكد النهارده، المعلومات اللي صدرت، اولا ما فيش ايقاف لفوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي والنائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي. ومعلومه اضافيه كابتن سمير، حكم الاثيوبي تنازل عن الشكوى اللي كان قدمها بعد مباراه نهائي الكونفدراليه. لا، لحظه واحده، تنازل عن الشكوى؟ تنازل عن الشكوى. يعني بعد ما اتضرب تنازل عن الشكوى؟ تنازل عن الشكوى. ولم تصدر اي عقوبه من لجنه الانضباط ضد رئيس الاتحاد المغربي او النائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي. والله دي تبقى، معلش مع احترامي واحنا على الهواء، دي تبقى مصيبه يا كابتن محمد. بعد ما الحكم يتضرب، وده انا بشكر فيه انه قدم شكوى، الحكم اتضرب، يعني ايه بعد الضرب يعني؟ يعني انت ايه المطلوب منك ان بعد تضرب على الاقل تقدم شكوى؟ انت ما ينفعش تضربه، صح ولا غلط؟ في انتخابات مكتب تنفيذي يوم الخميس في الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي، وفي تغييرات قادمه خلال الفتره القادمه، وفي جمعيه عموميه مهمه في الاتحاد الافريقي يوم الخميس، وفي امور كثيره هتبقى متغيرات في الكره الافريقيه يا كابتن سمير بعد البطوله الافريقيه وبعد الجمعيه العموميه الفتره الجايه يا كابتن سمير. هترجم لك امور كثيره متعلقه بالحاجات اللي بتحصل خلال الفتره الاخيره، سواء ماتش الترجي والوداد، سواء الاعتداء على الحكم الاثيوبي في مباراه نهائي الكونفدراليه، في تفاصيل هتتشرح وهتظهر للراي العام بعد البطوله، وفي قرارات هتبين لك الصوره كانت ماشيه ازاي. بص يا
بص يا كابتن محمد، يبقى الرساله وصلت. انت عارف، انت عارف النهارده في حاجه جميله جدا. انت عارف احنا عندنا في بطوله اسمها تشامبيونز ليج. انا اسف اني طولت عليكم. لا اتفضل. بطوله الشامبيونز ليج يا كابتن محمد وحضرتك معاك استاذ عمر، كانت بين مين ومين؟ الترجي والرجاء، مظبوط؟ الترجي والوداد. والوداد، مظبوط؟ بالظبط. حتى هذه اللحظه البطوله دي مش عارفين مين اللي خدها بسبب اخطاء الحكم، مظبوط ولا غلط؟ مظبوط. وبكاري جسامه بيحكم النهارده سيمي فاينل، وكان ليه دور ومسؤوليه في مباراه نهائي افريقيا. هو ده اللي انا كنت عاوز اوصله. بالظبط كده، بالظبط كده. شكرا كابتن سمير، وكل التوفيق يا رب للتحكيم المصري خلال الفتره القادمه. ودايما بنسعد بارائك الفنيه اللي دايما بتبقى دقيقه وفيها صحه كبيره جدا، لانك متابع ومركز جدا في موضوع التعديلات القانون، ودايما بنستفيد بوجودك معانا يا كابتن سمير. شكرا جزيلا كابتن سمير محمود عثمان. الاتحاد الافريقي هو احد اسباب كارثه التحكيم الافريقي. بالظبط، باختصار شديد جدا، هو الاتحاد حتى هذه اللحظه يعني مش شايف العالم ماشي ازاي، ومش عاوز يتعلم، وعاوز يصر على انه متخلف عن كل المنظومه العالميه اللي موجوده. ما هو بدليل تدخل الاتحاد الدولي. طبعا بدليل الاتحاد، يعني ما بتعلمش حتى اتحاد امريكا اللاتينيه، الاتحاد الاوروبي، حتى الاتحاد الاسيوي. يعني في مشكله في الاتحاد الافريقي، وهي احد اسباب مشاكل الكره الافريقيه. يعني الاتحاد الافريقي هو احد اسباب مشاكل الكره الافريقيه. اكبر مشكله النهارده اللي موجوده معانا، تم الاستعانه بحكام من اوروبا عشان يكونوا موجودين في تقنيه الحكم الفيديو المساعد الفار ابتداء من الدور ربع النهائي. قلنا الكلام ده قبل البطوله ومحدش كان عايز ياكد ده، لان حسب المعلومات اللي كانت عندنا الاتحاد الدولي فيفا بعد ازمه نهائي افريقيا طلب من الاتحاد الافريقي الاستعانه بحكام اوروبا، لان مفيش حكم مساعد فيديو في افريقيا قادر على انه يدير هذه المنظومه في البطولات الافريقيه. فبالتالي تم الاستعانه بالحكام الفرنساويين، في حكام اسبانيا هيكونوا موجودين في المباراه النهائيه. اسف عايز اقول لك، يعني مش حاجه خرافيه، يعني عشان يبقوا ما يعرفوش، لكن هو عدم ثقه في الامانه بعد اللي حصل في طبعا، وعدم ثقة في أمانة الحكام. بالظبط، وده السبب، لأن واضح جدا إن في يعني في مشاكل ملهاش أول ولا آخر. الحكم الأثيوبي أخطأ في تطبيق القانون في نهائي الكونفدرالية. طبعا في البطولة دي المفروض عدد المباريات بتقل. لا، ده أدار أربع مباريات ومباراتين في أدوار متتالية، فعشان كده لما يبقى عنده شكوى ويتنازل فبالتالي هياخد طبعا بياخد المكافأة باختصار شديد يعني. بالظبط. طيب، تنظيم البطوله، نروح بقى للشق المميز في بطوله افريقيا، تنظيم الدوله المصريه للبطوله الافريقيه، قبل ما نخش في الامور الفنيه ونشط تونس وماتش الجزائر في اللحظات دي. لا، انا عايز اقول لك مصر هي مصر باختصار شديد. مصر هي مصر. تقول انت بتتكلم على بلد فيها كوادر، فيها نظام، فيها خبرات طويله، فيها تقاليد واعراف، فيها نظام مستقر وثابت وقايم على اسس صلبه. انا مش عايز اقول اتحدى اي دوله تقدر تنظم بطوله بالكفاءه دي وبالتنظيم العظيم ده في 6 شهور، واقل من 6 شهور، بتكلم على 4-5 شهور يعني. صح، مستحيل من الناحيه العمليه، مستحيل. انت بتتكلم على 24 فريق، مش بتتكلم على دوره رمضانيه 8 فرق، ولا بتتكلم على 24 فريق، تتكلم على ملاعب كتيره وملاعب تدريب غير الملاعب. انت بتلعب على 6 ملاعب الاساسيه مقابلهم 6 ملاعب للتدريب لكل الفرق، او ربما 12 ملعب للتدريب عشان توقيتات التدريبات مختلفه بين الفرق وبعضها وبعض. 24 ملعب تدريب لكل فرقه، لكل فرقه ملعب. فانت بتدور على وعلى اقامه وعلى انتقالات وعلى واسلوب معيشه شكل ملاعب شكل ملاعب بيفرح وحاجه عظيمه جدا. لا يعني عايز اقول لك من الحاجات المبهجه، انا كتبت حتى على صفحتي في الفيسبوك، نعم نستطيع، نعم وكررتها، نعم نستطيع لو عايزين. هو المصريين دول فعلا شعب على قد يعني، هو في جايين شعب بسيط ويبدو انه غلبان وخلصان، وفجأة تلاقي حاجة عملاقة وضخمة جدا وإيه ده، شلية العملاق، حاجة ضخمة جدا، وفجأة تحس إنهم غلابة جدا وما فيش حاجة. ففي التحديات أنت بتلاقي إدارة وتنظيم وعقل وأدمغة وناس بتفكر. بص، أنا كنت متابع حجم المتطوعين اللي كانوا بيتطوعوا عشان يخدموا هذه البطولة، إسماعيلية وإسكندرية دي أجمل حاجة، الشباب المتطوعين في البطولة. إيه الجمال ده؟ ايه يعني عايز اقول لك المصريين
فعلا يعني مش مبالغه ومش شفونيه. حاجه عظيمه جدا. وطبعا انا بحيي الدوله المصريه لانها فعلا عندما ارادت صنعت، وصنعت حاجه تشرفنا كمصر وتشرفنا بجد يعني. وطبعا انا بشكر كل من بذل جهد في هذا التنظيم، لانه كان شكلنا اكثر من حفل الافتتاح رغم بساطته الشديده جدا. هو بسيط جدا، الجمال في البساطه. وطبعا كل ما كنت بسيطا كل ما كنت جميلا. بالظبط. فكان بسيط جدا وكان جميل جدا. لا انت تنظيم حاجه مفرحه وحاجه ترفع الراس كده يعني. مصر عندها الكثير، كتير جدا. بقول نعم نقدر نعمل من كده، ومصر اثبتت انها تقدر تنظم كاس عالم. طيب نرجع بقى في المقابل، النهارده كان ليك مقاله مهمه جدا في الاهرام بعنوان توجع قلبي ليه بس وترجعنا للحاجات السيئه. الايجابيات والسلبيات، لكن السلبيات الحمد لله بعيده عن التنظيم وبعيده عن الدوله المصريه، وللاسف امر فني متعلق بالمنتخب واتحاد كره القدم. مقاله بعنوان فساد جدا. الفكره في العنوان وفي التفصيله اللي مكتوبه في المقاله النهارده في الاهرام. هو طبعا انا طبعا متابع الاتحاد من بدري، وطبعا في روسيا وجعوا قلبنا جدا. احنا طبعا ظهرنا في روسيا بشكل سيء جدا، لعبنا نسبيا الماتش الاولاني كده، احنا بقى ما رحناش كاس العالم يعني. احنا رحنا زرناهم في اول يعني، احنا زرنا بطوله كاس العالم في اول مباراه، بعد كده ما خصمنا كاس العالم وخرجنا. اشمعنى بقى حكايات مش عارف مين عايز يسافر ومين عاوز يجي ومين عاوز يروح ومين بيروح يزور مين ومين يعني كلها مسافه ضخمه جدا، مسافه بينك وبين الملاعب، ومش عارف مين بيجامل مين ومين يعني مسائل كلها. وفي كلام طبعا عن احدى المباريات وبسمعه من ناس مهمين يعني، ناس على صله مش ناس بره الموضوع. فامور ما كانتش يعني تحس ان لا شيء سيء جدا. وعدت المساله في مشكله خطيره جدا لما بتحط على الخبر مجور كما يقول الفلاحين. بالزبط. وانا فلاح اصلا، اللي تحت المجور بيعفن. سواء رضيت او ما رضيتش ما بتحسش بيه الا بعد ريحته ما تطلع. بانت بقى في بطوله افريقيا دي يعني، اللي انت قفلت عليه في كاس العالم طلعك من دور 16 في بطوله افريقيا، لان انت ما صححتش وظيفك وصلحت له. وبعدين طبعا يعني اتحاد غير قادر على تنظيم بطولة دوري صحيحة وسليم. وانا من الحاجات الطريفة جدا حكاية انها بطولة استثنائية. فانا قعدت افكر يا ترى مصر هي دولة وحيدة في افريقيا اللي عندها بطولة استثنائية؟ يعني كل افريقيا كان عندها دوري طبيعي ومصر اللي عندها دوري استثنائي. هي مصر هي الوحيده اللي في افريقيا، ولا تونس في افريقيا، والجزائر في افريقيا، والمغرب في افريقيا، ونيجيريا في افريقيا، وزامبيا في افريقيا، وزيمبابوي في افريقيا، وجنوب افريقيا في افريقيا. اشمعنى كلهم قدروا ينجحوا وينظموا بطوله الدوري بتاعتهم وتبقى صح، واحنا اللي عكينا هذه العكه اللي مش مفهومه وبوظنا الدنيا. طيب المقاله قدامنا هي على الشاشه، فيها اجزاء وتفاصيل من حاجه بتتكلم عليه، وضربت مثل بقصه كده لصديق. طبعا ليا الوجع طبعا. سبب المقال ان واحد صديقي ده عايش في ايطاليا. هو مصري عايش في ايطاليا، هو فنان واديب وحاجات زي كده. كاتب بوست وجعني يعني، انه في حاله صعبه جدا لدرجه انه بيقول انا محبط جدا، واني ما حسيتش بهذا الاحباط في حياتي قبل كده. فبقول له يعني ده يعني دول كثيره بتنظم بطولات وممكن ما تاخدهاش. بيحصل. وضربت له بفرنسا، البرتغال هي اللي خدتها. قال لي فرنسا لعبت ماتش نهائي ما طلعتش من بدري. فقلت له يعني ده وارد. قال لي احنا ممكن نطلع بس احس ان احنا كنا بنلعب بجد يعني، احس ان احنا بنلعب، لكن انا حسيت ان احنا مش جادين، حسيت ان دي حاجه غلط. ان طبعا
الافراد على عيني وعلى راسي، وانا طبعا ما بعيبش في افراد ولا لازم، لكن المنظومه فاسده. يعني الجمعيه العموميه، السيستم كله، السيستم. انا لما اجي اسال اقول احنا بقى اي اتحاد كره، لعبه بتتكون من ايه؟ لاعب، مدرب، اداري، ملعب، اداري، التنظيم، مسابقات. انا عايز اوسع قاعده اللاعبين عشان يبقى عندي فرصه اختيار لكل مناسب. يعني مثلا مع احترام لكل الناس اللي عاملين اكاديميات، هو اي حد يعمل اكاديميه ولا لازم الاكاديميات دي تبقى ليها اشراف او في بلان من اتحاد الكره انه يبقى مثلا عنده خلال مثلا 2020 يبقى عنده 100,000 لاعب متسجلين في الدرجه الرابعه مثلا، وعنده 50,000 لاعب متسجلين درجه اولى بالشكل ده، ومثلا 2025 يبقى مصر عندها 500,000 لاعب متسجلين في كل الدرجات غير الناشئين في الدرجات الرابعه، بحيث ان اوسع الناس بتمارس دوريات قويه في الصعيد وبحري وابلي وحاجات زي، وبوسع القاعده، بعمل حكام على اعلى مستوى، ازاي بدرب، ازاي اوسع قاعده التحكيم في مصر، وازاي ابعت حكام يتدربوا في اوروبا واجيب مدربين عالميين يجي يدربوا هنا، واوسع قاعده، ازاي اعمل اداريين على اعلى مستوى ممكن. طبعا كل ده بالتخطيط مع الانديه، العلاقه بين الانديه وبعضها، وهل العلاقه كده اي حد يشتم اي حد، اي طيب فين تنظيم دوري المحترفين؟ ازاي مش عارف ننظم دوري المحترفين بجد؟ طب في الجمعيه العموميه صوت الاهلي والزمالك والاسماعيلي واتحاد اسكندريه والمصري يساوي مركز مش عارف ضرب مش عارف ايه؟ هل ده معقول لاخفاق الكره المصريه؟ طبعا انت النهارده ما ابتدي انا يبقى اتحاد الكوره في ناس شطار في الانتخابات، شيء طبيعي، علاقات ايا كان، والناس بتجامل بعض بغض النظر عن مصلحه الكره المصريه، في الكره المصريه، الكره ككل، انا بعمل لمصلحه الكره المصريه، ومش والكره وانا بعمل لمصلحه الكره بتستفيد الانديه، لكن انا شايف منظومه الكره ككل ان انا بوسع حجم الممارسين للعبه، حجم المحترفين في اللعبه، عشان ابتدي ارفع مستوى كل ما يبقى عندي. انا لو بختار ما بين 15 او 20,000 لاعب محترف يبقى شكل ايه؟ احسن كده طيب. كتير. انا لو عايز في اوروبا يبقى عندي 500 لاعب محترف خلال 10 سنين، طب اعملهم ازاي؟ او 20 سنه اعملهم ازاي؟ بحيث ان انا ليه مصر ما تصدرش لعيبه كجزء من تنميه الاقتصاد القومي؟ ما صدرش لعيبه ليه؟ اديني بصدر لعيبه. يعني انا هو محمد صلاح ده مش يعتبر جزء من الدخل القومي المصري؟ طبعا. او تريزيجيه او 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 مع الفروق طبعا وكل اللعيبه دي، طب ما انا اصدر لعيبه زي ما كل نيجيريا ليها مش اقل من 200 250 300 لاعب موجودين في دوريات كتير، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، سواء في فرنسا او في ايطاليا او في المانيا او في الى اخره. يعني اقدر اعمل ده، واقدر اعمل منظومه تحكيم قويه جدا، بس كنا انا عايز اعمل ده بجد، ولا احنا عايزين نستف ورق وعايزين، لان باسم التطوع مؤكد انا بعمل بيزنس. انا ما التطوع اوكي، بس وجودي في المجلس بيخليني يسهل لي حاجات كتير اقدر اطلبها من ناس كتير فتتنفذ لي. تمام. في البيزنس، وبالتالي ده فساد. لكن فكره ان عيني على منظومة كرة القدم المصرية، طب انا اقول لك حاجة، الملاعب المصرية لماذا لا يكون في مصر 50 ملعب؟ عشان ارفع مستوى، ما هو كلما كانت الملاعب جيدة ترفع مستوى، كلما هرفع مستوى اللعيبة طبعا، كلما كانت الملاعب رديئة ببوظ، لا بزود الاصابات واللعيبه تبوظ الى اخره. يعني عايز اقول انها منظومه متكامله. انا كل المنظومه، انا هبقى مشرف على انهي منتخب، انا مشرف على كام لجنه، طب اللجنه دي هتسافر فين؟ اسافر معاها. طب الفريق هيسافر كام بره؟ فهسافر معاه. احنا بنتكلم على مكاسب صغيره بتدمر الكره المصريه. عشان كده انا طالب ان لوائح كره القدم نفسها تتغير، لوائح الجمعيه العموميه اللي بتختار اللي بيختار مجلس
إدارة الاتحاد. أنا مش ممكن بيكلموا على حاجة 240 وكلام 260 كلام فين هم؟ طبيعي يبقى في 50 60 بالكتير. فين الملاعب؟ إزاي ممكن يبقى حد عضو في اتحاد الكرة عضو جمعية وجمعية وما عندوش ملعب؟ حد يشرحها لي. ده في أندية متسجلة إن هي بتلعب كرة شاطئية وفي محافظات ده أهلية وغربية. طب إزاي؟ كرة شاطئية ده فساد. ده بيسمحوا لهم بكده عشان ياخد صوته زي اي واحد رئيس زي رئيس نادي يعمل عضويه مخفضه عشان الناس تيجي تنتخبه في الانتخابات. هي نفس الحدود. اقوم مدخل لي 10 15 الف واحد عشان كل مرشح نفسي في الانتخابات يجي ينتخبوني. ده فساد. طيب انا معايا تقرير لان في وجهات نظر اخرى بتتكلم عن اسباب او ايه الاسباب اللي ممكن يكون فيها اخفاق للكره المصريه. لا ما في طبعا حاجات تانية. حكايه المدرب طبعا طريقه اختيار المدرب كانت انا رايي انها رديئه جدا. انا جايب واحد ملوش علاقه بالكره الافريقيه ما اعرفش عنها حاجه خالص. طيب نطلع نسمع راي النقاد. طبعا في اختيار كان طبعا اختياره للعيبه يعني ده اعجب اختيار شفته في حياتي. اكيد اكيد. طيب طبعا. نسمع اراء النقاد الرياضيين في هذا الموضوع. هل في اسباب اخرى لاخفاق الكره المصريه ولا نفس الاراء ستتفق مع الاراء اللي قالها بتاكيد الاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي بالاهرام. اخفاق الكره المصريه في بطوله كاس الامم الافريقيه مبني على اخفاق سابق في بطوله كاس العالم الماضيه. فيعني احنا خرجنا من البطوله الماضيه ما عملناش حاجه ولا حسبنا انفسنا بدرجه كفايه ودي شيء يعني خلى الجيل ده مش مقنع. الجيل ده مش مقنع ليه؟ دي مساله تخص اتحاد الكوره. يعني اتحاد الكوره اللي هو كابتن هارون ابو ريده ومن معه اللي هم استقالوا دلوقتي. انما استقالتهم ما تعرفهمش بالمسؤوليه التاريخية. يعني ان هذا الجيل او في فترة وجيزة خرجنا من بطولتين يعني بشكل مش كويس. يعني بطولة كاس العالم وصلنا ليها بعد 28 سنة ورحنا وكأننا ما رحناش. كاس الامم الافريقية نظمناه في بلدنا وبين جمهورنا واحنا 8-7 القاب سابقة وما استفدناش منها حاجة. فيعني في علامات استفهام كتيرة جدا. صعب جدا ان انا اقول النهاردة يعني العيب فين ولا المشكلة فين. لا احنا محتاجين يعني مؤتمر موسع جدا فيه خبراء يقولوا لنا العيب فين وبكل شجاعه. انا يعني وانا احط كده خط ان هذا الجيل يعني غير صالح لطموحات الكره المصريه. اتحاد كره القدم بشكل اساسي بالتاكيد لان ما استفدناش من درس كاس العالم. احنا كنا في كاس العالم عندنا مشاكل كتير جدا خالص اداء ونتيجه وقصه يعني مزعجه انك تطلع صفر المونديال وفكرتك ب 2010 صفر المونديال برضه. وبعدين مع كده برضه بتاع المشاكل اللي كانت في المعسكر والجو العام وعدينا ولا عقوبات ولا عملنا وقفه ولا استفدنا ولا الكلام ده كله. بالعكس احنا وصلنا في النهايه هذه المحصله النهائيه بكل اسف اللي اغضبت 100 مليون مصري وحس انه كانوا بيرانوا على منتخب بلادهم فجاه بيخرج من دور ال 16 لاول مره في تاريخ استضافته لكاس افريقيا انه يخرج من دور ال 16. حتى لما خرج في 74 خرج مع زائير في نصف النهائي لكن المره دي لا فعلا كمان سقط من الدور ال 16. شوف تخيل بقى يبقى الواقع عامل ازاي. امور كتير جدا. احنا ما كناش جاهزين فنيا لان احنا نستضيف البطوله. البطوله كان حجم الافكار وحجم ان احنا نشترك في كاميرون وان احنا نوصل 16 او 8 ونخرج كانت الامور هتبقى اهدى. لما بدات البطوله وكان راجل عايز يعمل فرقه زي ما قال عايز يعمل فرقه جديده. لما اتغير الوضع وبقت البطوله في مصر زاد حجم الطموح وبالتالي ما قدرش يجاري الوضع. زاد عناده في اختياره في لاعبين ده وضع طبيعي جدا. النهارده في اكتر من لاعب عبد الله جمعه محمد هاني رمضان صبحي السوليه كهربا حتى لو عنده مشاكل تقدر تقومه. انا اعتقد عنده 5-6 لعيبه كان ممكن يستفيد بيهم جدا جدا وخاصه ان هو اختار لعيبه يعني ما يعني مش عايزك يعني لا تعليق. طبعا دخلنا في متاهات الرجل قوي او ضعيف واضحه جدا انه شخصيته اقل كتير جدا كانت من كوبر رغم ان احنا اعتبنا على كوبر. كان كوبر قوي جدا في الشخصيه وبالتالي كان لازم يحصل اللي حصل. لا اخفاق الكره المصريه يعني انا عاوز اقول حاجه للجماهير وللناس وقد يكون البعض مختلف معايا. احنا ما عندنا الصدمه ان احنا خرجنا. احنا متوقعين رجل الشارع متوقع ان خروج منتخب مصر من الدور 16 ليه؟ من سوء اختيار الجهاز الفني للاعبين بالمدعي اجيري. انا ما بقولش ده مدير فني كمان بالمدعي اجيري. اولا انت طلعت صعدت للدور ال 16 ولا في اداء
والشعب المصري ما كانش مبسوط ان هو فاز. ما فيش اعلام مرفوعه في الشارع وبيب بيب خارج عادي كده. الشعب المصري زي البرازيل بيحب الكره الممتعه. في جمل تكتيكيه انت الجمل دي مش موجوده. منتخب في انحلال، ما فيش مدير اداري، مدرب فريق بيفرض رايه على زي ما قال المدعي اجاري فرض رايه ان انا استبعد رمضان صبحي واستبعد عبد الله جمعه واستبعد كهربا واستبعد محمد عواد. ازاي ده تفرض رايك على مدير فني؟ انت كمدير فني فين؟ مدير اداري سايب اللعيبه اللي فاتح تليفونه للفجر واللي ماشي واللي رايح واللي جاي، ده كله ده غلط. في منظومه في جهاز مدرب احمال ما فيش. اديك كنت بتتفرج على مستوى اداء. فاذا كل الكوكتيل ده لا تتوقع ان انت توصل. بس ليه راي اخر قد يعترض البعض عليه، لا تحملوا اللاعبين مسؤوليه الهزيمه. ده مستواهم الفني. هو راجل راجل اختار ناس مستواها فني ضعيف وده اخر مستواهم. انت تلوم مين؟ لو انا كنت ضفت المجموعه اللي انا بقول عليها وجبت الناس اللي هي صح تنضم للمنتخب في الحاله دي كنت اقدر اقول الوم على اللعيبه. لكن اللاعب ده ادى حدوده. اسبابه كتيره جدا. ان احنا مع الاسف الشديد كنا راكبين مركب ومعظمنا عارفين ان المركب فيها مشاكل وبسم الله مجريها ومرساها والمركب ماشيه زي الفل وتمام التمام. بس احنا عارفين ان في خرم في السفينه ان اجلا او عاجلا هتقف في حته هتحصل في مشكله. سبحان الله حصلت الازمه في بيتنا، حصلت ازمه في تنظيمنا، حصلت ازمه عندنا. ده معناه انك انت المفروض تخلي بالك اكتر وخلي بالك انك انت اتعريت لمؤاخذه فنيا في بيتك. فدي عيب اكبر من حتى عارف. احنا لو خرجنا مثلا من دوله مثلا كنا الدوله الكاميرون منظماها وخرجنا من هناك وخرجنا باي شكل من الاشكال الناس كانت تقول لك يا عم ده خرجنا ومش عارف ايه والاجواء والحراره والتعب. انما انت خرجت وانت في بيتك وكل الاجواء مهيئه ليك عشان ربنا يقول لك انك انت ماشي غلط. وفي عندك مشاكل كتيره، مشاكل فنيه، مشاكل تنظيميه، مشاكل تخطيطيه، مشاكل كتيره. لان الشعب ده ما يستحقش الا انه ينظم بطوله ياخدها يا ما ينظمهاش. يعني ايه انظم بطوله؟ انا بنظم عشان اقول للناس انا بنظم بقى. لا، ده انت تنظم وتاخد لانك انت مش قليل. انت سبع بطولات كبير وانت خدت اربع بطولات خارج ملعبك. سبب الاخفاق انا قلت لك عليه، التوقيت غير مناسب. لعب الطقس لعب ضدنا، الجماهير لعبت ضدنا. لان ده مش دي جماهير كره القدم اللي احنا بندور عليها. دي جماهير من نوعيه خاصه جت ومشيت، جايه تقضي فسحه هي واولادها. الحته الثانيه مش دي اللعيبه اللي احنا حاطين عشمنا فيها ان هي تؤدي مباريات كره قدم حقيقيه. لا، مستويات متواضعه، في لعيبه احسن منهم لم ينضموا، مدير فني فقير جدا، اتحاد كوره اخطا في حق نفسه قبل ما يخطئ في حق الكره المصريه والجماهير المصريه. والدليل انت بتتكلم على اعلان معمول قبل البطوله، هو ما كانش اعلان واحد، هو معمول اعلانين، اعلان الاعتذار واعلان المباركه بالبطوله. انما بقى حظنا ان احنا طلعنا الاعلان الاعتذار اللي بيكشف واحده من اهم سلبيات كره القدم المصريه. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير. واراء النقاد الرياضيين طبعا بنسبه كبيره جدا اتفق مع كلام الاستاذ نبيل عمر، لان في نفس السياق او في نفس الاطار الاسباب كلها معروفه وواضحه للجميع يا استاذ نبيل. لا طبعا، اسباب مشاكل الكره المصريه معروفه ومن زمان. التركيبه اللي بتشكل منها اتحاد الكره والقوانين المنظمه اللوائح المنظمه لي انا رايي انها جريمه في حق الكره المصريه وانها لازم تتغير باي طريقه. هل الجمعيه العموميه تقدر بتركيبتها دي تصلح نفسها؟ صعب جدا. انا يعني صعب جدا، لازم يعني طبعا ممنوع تدخل حكومي وكل حاجه، لكن كمان يبقى في قانون يقول لي مين يبقى عضو جمعيه عموميه وما فيش مين. يعني ايه مركز؟ يعني ايه حد ما عندوش زمان كره شاطئيه وما عندوش شاطئ ويبقى عضو في جمعيه عموميه لاتحاد الكوره مثلا؟ يعني ده كل ده لازم يطلع بره، كل ده لازم يطلع بره. المعايير دي لازم تتشاف صح. لا، معايير لازم تتطبق صح على الجمعيه العموميه صحيح. تراجع الجمعيه العموميه وتتعرف ايه، وبعدين ممكن يبقى التصويت النسبي، بمعنى ان فرقه الدرجه الاولى يبقى لها مثلا صوتها باتنين او صوتها بواحد ونص، الدرجه الثانيه يبقى صوتها بصوت كده. يعني يحسب كده. يعني انت عارف ايه الانتخابات؟ في الانتخابات الامريكيه الولايات الامريكيه نسبيه، مش بنفس الدرجه. لا بنفس. يعني لما تيجي تاخد
نيويورك، في نيويورك عدد الأصوات غير غير مقياسها في كاليفورنيا، غير مقياسها في نيو أورليانز إلى آخره، تبقى لأهمية الولاية وعدد سكانها. وبالتالي ده إحنا هنا نفس الشيء، يعني أهلي وزمالك وإسماعيلي واتحاد ومصر بتلعبوا درجة، يعني دول فرق اللي أنشأت جماهيرية. طب ما دي اللي أنشأت الكرة المصرية، أساس اللعبة في مصر، أساس اللعبة في مصر. بالظبط. طب إزاي أسويها بنادي مش عارف بزراميت ما عندوش ملعب وما عندوش فرقة وعبارة عن أوضة أو بتاع وحاجات زي كده، وده صوتي زي صوت، فأنا لما أجيب له كيلو كباب ولا أودي له ولا أخد له بقي ورد وفي شوية بتاع وأقول له صوتك، ما هديني صوته طبعا، يعادل صوت الأهلي وصوت الزمالك وصوت الإسماعيلي، صوت المصري، صوت اتحاد اسكندرية وصوت المحلة، مش ممكن. طيب انا اسف للمقاطعه، لان الشيء بالشيء يذكر، ويبدو ان الفار في الدور نصف النهائي عليه دور كبير جدا في اثاره المباريات كلها. كنا بنتكلم على مباراه تونس والسنغال والفار كان ليه دور، بس كان دور ايجابي. دلوقتي بيبلغوني الزملاء في الاعداد ان طبعا الجزائر متقدمه بهدف مقابل لا شيء، لكن حكم الفار احتسب ركله جزاء لصالح نيجيريا بعد ما كان بكاري جاسم ما حسبهاش ركله جزاء. يعني اتحسبت فعلا، اتحسبت، حكم الفار هو اللي ساعد الحكم انه يحسبها ركله جزاء. والله هو عايز اقول لك حاجه، انا اتفرجت على الفار كتير وفي قرارات خاطئه في الفار، يعني واضحه جدا طبعًا. جدا جدا، زي ما يكون الفار ده فار واحد واحد. واحد الجزاء احتسبت وفي الاخر نيجيريا تعادل. طبعا يعني انا طبعا راي الجزائر اذا ما وصل، يعني اذا انا رايي مش ما توصل المباراه الجزائر اذا ما خدتش البطوله في حاجه غلط، لان هو احسن فرقه في البطوله والمنطق يقول كده. يعني احسن فرقه بتلعب كره في البطوله هي الجزائر. حقيقي طبعا نيجيريا فريق كبير وعظيم وكل حاجه، لكن يعني الشوط الاولاني اتفرجت عليه، لا الجزائر اعلى كتير يعني، وكان الشوط الاولاني ممكن يخلص 3-0 مستريح جدا، ممكن يخلص 3-0 مستريح جدا. بس في النهايه طبعا احنا ما شفناش اللعبه، بس الزملاء بيبلغوني ادي بكاري جسام برضو اللي انتوا بتدوا له مباريات النهائيات الافريقيه ودايما متواجد، اخطا في تقدير لعب او في احتساب ركله جزاء، الفار صلح له الخطا، قبلها الحكم الاثيوبي حسب ركله جزاء خطا، لولا الفار كانت تتحسب، ممكن حسبت ركله جزاء، كانت حسب الضربه. ادي ابرز حكمين في افريقيا بيديروا مباريات متتاليه، عمره ما في بطوله مجمعه يا استاذ نبيل حكم طبعا بيدير مباريات. ما انا بقول لك هي المشكله، ما هي في مشكله في لجنه الحكام في افريقيا، وفي مشكله في تركيبه بتاع الاتحاد الافريقي تشبه المشكله. انت عارف زي ما قلت ان اتحاد الكره المصري مسؤول عن سوء اوضاع الكره المصريه، اتحاد الكره الافريقي مسؤول عن سوء الاوضاع الكره الافريقيه، ويبدو ان خالتي زي خالت محمد زي خالتي فتحيه، الاثنين زي بعض وحاجه من هنا من هنا بستنين. طيب فدي مشاكل ملهاش اول ولا اخر، لان الناس هيمها مصالحها الشخصيه، ما حدش همه على المصلحه العامه. يعني فكره المصلحه العامه دي، يعني انا مش عايز اقول لك، انا اعرف شخص، اعرف اكتر من شخص معرفه شخصيه في اتحاد، يعني على الاقل الراجل الكبير كنت اعرفه كويس، يعني هاني ابو ريده شفته مليون كذا، قابلنا انا هو كذا مره في غردقه وهو بيتكلم، انا كنت تخيلت ما هيبقى رئيس اتحاد كوره الدنيا هتبقى حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص بالظبط، فلقيت حاجه ثالثه او حاجه رابعه او حاجه خامسه، سميها زي ما انت عايز تسميها، مش عارفين دي، مش عارفين نعمل مسابقه ونعمل حسابات ناس، ومش عارف نخاف من الناس وناخد قرارات غلط ونخلي الاجانب من 3 لـ4 عشان نراضي حد تاني جاي عايز 4 اجانب في فرقته فنوفر له ده. طب لو عايز 5-6 ويجيبهم من شمال افريقيا، تبقى نخلي شمال افريقيا لاعب مصري، يعني يعامل معامله، يعني انت عارف ايه، حسب المزاج، يعني احنا بنعمل قوانين حسب المزاج مش بدراسه، لا طبعا مفيش خطه عمل. فيطلع ان مصر هدي في مصر فارقه، ما عنديش راس حربه في مصر، ده حقيقي، العمله بقت نادره جدا، ودلوقتي يعني كبيرها بنطلع باك شمال بالعافيه في مصر، باك شمال موجود بالعافيه صح، حتى الباك رايت محترف في الخارج ومش في الكلاس ايه مثلا، مش في الارسنال، مش في ليفربول، في مانشستر يونايتد، لا يعني درجه تانية، وحتى الانديه الادنى في يعني حتى الأولى. في الافاضل الديفندر عند طارق حامد ما عنديش هاف تاني جنبه في مستواه، يعني طبعا الدوري المصري فيه، انا بتكلم عن المنتخب القومي الحالي، هو الاختيار النهائي في المنتخب. بالظبط، يعني عايز اقول لك بتتكلم على يعني تريزيجيه لعيب كان كويس في ماتش، مش احد مشاكل تريزيجيه انه مش ثابت المستوى، يعني اللي مخلي تريزيجيه رغم انه بيلعب بره بقاله 3-4 سنين، فؤاد باشا مش عارف ياخد الخطوه الاعلى،
انه مش ثابت المستوى، يعني ما بيلعبش بمستوى ثابت، لا مباريات ورا بعضها ولا في نفس المباراه نفسها، يعني يرتفع مستواه لدرجه مذهله جدا ولا احسن لعيب في العالم حقيقي، وفجاه تلاقيه كيرف نزل هبوط حاد جدا. طبعا عنده قرارات كتيره مش صحيحه، الفينش غير قرار الفينش، يعني قرار التمرير، قرار يتصرف في الكره ازاي، يعني احيانا ترقص وكان واجب يمرر او يمرر وكان واجب يرقص، في عنده مشكله في القرار الجهاز، رغم انه هو لا، هو طبعا انا رايي انه من سوء حظه انه ما اتدربش تحت ايد مدرب كبير قوي، يعني مثلا قبل يورجن كلوب بالنسبه لصلاح سبليتي، شوف الفرق بين اداء صلاح في بازل ومانشستر وتشيلسي وفرنتينا، ولما مع سباليتي وفرنتينا ومع سباليتي في روما انطلاقه تانية. شوف سباليتي عمل ايه في روما، وشوف الطريقه اللي بيتمركز بيها وبيتحرك بيها مع يورجن كلوب. صح، المدرب ليه دور كبير جدا في طبعا في تطوير تريزيجيه، يعني لو كان وقع في اوروبا في مدرب من المدربين الكبار دول وكان عدل من افكاره وطريقه ادائه كان عمل له نقله. صح، لكن الولد بيجتهد بنفسه، وانا ما اظنش ان مدرب قاسم باشا يعني حاجه ضخمه جدا، فمش عارف يعمل النقله اللي هي تنقله من فلك لفلك اخر، والفريق كمان في وسط الجدول مش فريق كبير، يعني حتى الاسامي اللي معاه اللي ممكن تبقى في يعني هو ممكن يتنقل من ليفل لليفل وليفل عالي جدا. اتمنى عنده هو عنده الامكانيات، بس الانتقاله من ليفل لليفل ده عايزه تدريب مختلف دلوقتي. يعني هو طبعا لو اتنقل الدوري الانجليزي وحظه جه مع مدرب كويس هيفرق كتير جدا جدا في ادائه، ويبقى حاجه تانية. مهم المدرب، مهم جدا، في ناس كتير مش واخده بالها من اهميه المدرب، يعني فكره التدريب النوعي دي مهمه جدا جدا جدا، ازاي تفكر وازاي اقعد معاك، لان فكره الثقافه نفسها بالظبط، يعني اهم ما في لعيب الكره هو قرار. يعني انا ممكن اكون في المهارات متوسط لكن قراراتي صحيحه، باخد القرار في الوقت المناسب والقرار الصح، يعني برقص في التوقيت الصح ومرر في التوقيت الصح واعمل الباصه الثرو في التوقيت الصح، بلعب السهل. وفي لعيبه كثيره جدا كانوا كده وعمره مثلا ما رقص لاعب، يعني لكن عينيه ورجليه وعضلاته التوافق بينهم ودماغه وذكائه حاجة تانية. طيب البطولة على المستوى الفني بطولة قوية، بطولة متوسطة؟ لا قوية طبعا. هل اعلى من البطولة اللي فاتت؟ طب هل بمقياس الادوار النهائية ولا البطولة اجمالا؟ لا البطولة اجمالا اقوى من البطولة السنة اللي فاتت من 2017 اقوى كتير يعني. طبعا احنا كل سنة عدد اللعيبة المحترفين بيزيد، عدد اللعيبة اللي بتلعب في اندية اعلى بيزيد. انا عندي المره دي فرقه الجزائر اللي بنتكلم عليها فيها 13 لاعب بيلعبوا فرق كبيره في الدوريات الخمس الكبرى، فشوف شكل الفرقه شكله ايه. صح، نيجيريا عدد اللي بيلعبوا في الدوريات الخمس الكبرى في الانديه اقل شويه، الجزائر هي رقم واحد. فعندي كل ما بيزيد عدد اللعيبه المحترفين اللي بيلعبوا في انديه معقوله، زمان اول خالص كان في عدد افريقيا كتيره جدا بيلعبوا بره، بس درجه تانية او درجات في الانديه الاوروبيه اللي هي في نهايه الدوري مش في القمه. تمام، لكن انت عندك دلوقتي لعيبه افريقيا بيلعبوا في القمه، وتوقيت البطوله ساعد الكل انه يكون موجود. طبعا، لان هم كلهم خلصوا ومبقاش خايف على رجليه لانه عنده اجازه بعد كده وبتاع وحاجات زي كده. يعني يورجن كلوب مدي صلاح واحد ثلاث اسابيع راح بالظبط، فيعني لو في اي اصابه، لو في اي وجع، لو في اي حاجه هيقدر يستشفى في هذه الفتره. فطبعا ده مستوى البطوله، مستوى التدريب والوعي، مستوى الكره نفسه ارتفع لان بقت الكره اسرع، لان كل الناس بتتفرج دلوقتي على الكوره، وبالتالي رتم الكوره بقى اسرع، ايقاع بقى اسرع، الوعي التكتيكي للاعيب بيزيد لان اللعيبه بتتفرج وبتشوف، فوعيها بيزيد، وبالتالي المستوى
بيرتفع، فالمستوى على رأينا مرتفع. طيب قبل ما نروح للجزء الاخير من حلقتنا النهارده، يمكن معنا تقرير برضو لنقاد رياضيين بيكلموا يا استاذ نبيل على رايهم في البطوله الامم فنيا، هل كان المستوى قوي، مستوى متوسط، المستوى ضعيف؟ نسمع نشوف اراء النقاد الرياضيين في هذه المساله، وجهه نظرهم البطوله السنه دي في مصر 2019 هل كانت اقوى من البطولات السابقه في ظل ان عدد المنتخبات المشاركه في هذه البطوله بالتاكيد زاد بعد القرار الجديد للاتحاد الافريقي بزياده المنتخبات الى 24 منتخب. نسمع هذا التقرير ونشوفه ثم نعود الحديث مع الاستاذ نبيل عمر بعد هذا التقرير. انا شايف في مستوى، يعني في كم ماتش كان حلو جدا، يعني في كم مستويات عاليه، بس طبعا مع زياده عدد الفرق المنتخبات المستويات في مستويات كتير قوي بقت شبه بعضها، فالمنتخبات تحس ان الماتشات ما تعرفش تتوقع مين مع مين. مين كان يتوقع مدغشقر يوصل دور الثمانية؟ طبعا مفاجاه. مين كان يصدق ان بنين توصل دور 16؟ مين كان يتوقع ان نيجيريا يعني الاكثر تتويجا في البطوله يطلعوا من دور 16؟ كان نيجيريا او سوري الكاميرون سوري او مصر والمغرب، يعني مفاجآت كبيره. يعني احنا كنا بنتوقع ان النهائي يبقى في الدور الثمانيه هنلاقي كل الكبار، لا احنا الدور الثمانيه تلاقينا فيه مفاجآت. المستويات في افريقيا بقت كلها تقريبا متساويه، وحتى اللعيبه المحترفه للمنتخبات بيبقوا راجعين منهكين جدا يا جماعه. يعني موسم، يعني صلاح لعب كام ماتش؟ صلاح لعب 65 مباراه، ومباراه يعتبر كلهم مستوى اول، يعني جاي خلصان. وحتى لما ريح اسبوع 10 ايام الناس ما سابتوش في حاله، يعني هو كان جاي ما عندوش اللي يطلعه اللي مستنينه صلاح، غير طبعا الفنيات بتاعه المنتخب مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي. لكن يعني النجوم حتى ساديو ماني ما ظهرش، محرز بيظهر على فترات ويختفي على فترات. يعني النجوم اللي احنا مستنيين نتفرج عليهم، يعني حتى كولوبالي، حتى مع مش هو كولوبالي بتاع نابولي، كل النجوم الافارقه اللي احنا كنا مستنيين منهم اداء، لا مش هم. وفنيا الفرق اللي استعدت صح وبدات صح وعسكرت صح هي اللي وصلت. يعني نيجيريا جت قبل البطولة امتى؟ عسكرت فين؟ عسكرت في اسماعيلية، هو مجموعتها في اسكندرية، قاعدين ومركزين، عشان كده لقيناها فين؟ وصلت. مش بحجم بطولات سابقة، لأنها أول مرة تنعقد بعد انتهاء مواسم أوروبا، يعني اللعيبة جاية مستهلكة من تور مع أنديتها، النجوم الغوالي تحديدا، لكن هيعتادوا ده، لأنه خلاص بقى عندهم فترينات عرض جديدة اسمها أمم أفريقيا ب 24 منتخب، وكان يعني الحظ حليف أفريقيا اللي لما تعرف 16 بواحد ليه التصويت. أولا الدولة الوحيدة هي ناميبيا تقريبا، لأنها ناميبيا وبتسوانا جزء من جنوب أفريقيا، هي تغلق عليهم حتى الحدود بحكم الجغرافيا يعني. لكن الكل لما لقى 4.5 شهور فارقة لم يكن أمامه إلا اختيار مصر اللي عملت الاتحاد الأفريقي في العام 57 من القرن الماضي، واللي وضعت أسس كرة القدم التي كانت تلعبها قبل وجود اتحاد أفريقي. كان هناك اتحاد مصري من العشرينات، ومن ثم أعتقد أن احنا ما شفناش أفضل شيء، لكن البطولة الآن هتعمل زخم للأندية وللاعبين في بلادنا المحترفة إن شاء الله، والاحتراف هيزيد مع كل اللي شفناه ده، وننتظر فقط إرادة الدولة كما كانت إرادتها حاضرة في تحضير ملاعب عالمية. عندنا الوقت أرينا القاهرة زي ما في أرينا برلين مثلا، مش شبه لكنه نسخة، وبالتالي الباقي هو استيراد الورقة ثم ترجمتها للعربي. يعني لن نشارك بقى في ورش عمل لوضع نظام، ليه؟ ما كل العالم في نظام، هاتوا يا سيدي استوردوا ونفذوا، شكرا، مش عايزين منك اي حاجه غير كده. وبالتالي هي البطوله الانجح، هي البطوله الاعظم، لانها في المحروسه العظيمه دي مش انحياز لبلادي، 8 منتخبات اضافيه يعني نصف بطوله، لم تلمح شكوى واحده، 12 منتخب في غرب القاهره فقط بجماهيرهم ببابا غنوجهم بكله ولم تلوح شكوى واحده، وبالتالي اعتقد القادم افضل بكثير ان شاء الله. اهلا
اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. وفي ختام هذه الحلقه بالتاكيد مهم جدا اسمع راي الاستاذ نبيل عمر بعد هذا التقرير. لكن النهارده بالتاكيد مباراتين، مهم جدا اسمع رايه في فوز السنغال على تونس وتاهلها للمباراه النهائيه، وحتى هذه اللحظه ان الجزائر ونيجيريا تعادل ايجابي بهدف لكل فريق. هو طبعا انا كنت يعني كل المصريين تقريبا كانوا بيتمنوا ان يبقى النهائي عربي تونس والجزائر عشان ننقسم ما بين الجزائر في حبنا لتونس والجزائر. لكن احسن فرقه في البطوله هي الجزائر، تاني احسن فرقه في البطوله نيجيريا حقيقي مستوى الفني، في المستوى الفني بالظبط. يعني دول فرقتين تونس يعني الجزائر ونيجيريا بيلعبوا النهائي مبكر. مظبوط، باي مقياس بيلعبوا النهائي مبكر. بالنسبه لتونس والسنغال الماتش فيه تكافؤ، التوانسه كان مستواهم بيرتفع بالتدريج. صح، النهارده حارس المرمى اخطا هو اللي خرجهم تاني، اخطاء عاديه. وانا ما اعرفش تونس طول عمرها عتوقه وشكر الواعر وشكر الواعر، يعني طول عمرها عندها حراس مرمى عظام. انا ما اعرفش ايه اللي حصل وازاي ما عندهمش حارس كبير، وهم طبعا تونس مجنونه كوره زينا تمام، وبالتالي ده شيء. وانا ما كنتش عارف النهارده مين يكسب، يعني انا مرشح الجزائر تكسب نيجيريا رغم ان نيجيريا تاني احسن فرقه بتلعب كوره. طبعا يعني نيجيريا الحاجه الوحيده الميزه فيها في مقابل الجزائر هي العامل البدني. طبعا مدرب الماني كمان معاه، والمدرب الالماني. لا هو انا جمال بالماضي عاجبني جدا. تمام. فكره انه مسيطر، اولا نجوم الجزائر كبيره جدا. تمام. فكره انه مسيطر على نجوم الجزائر حاجة ده مدرب عظيم يعني. تمام. وبالتالي انا كنت طبعا واكرر العباره دي، لو الجزائر ما وصلتش النهائي يبقى في حاجه غلط، في حاجه في كره القدم نفسها غلط بصراحه. تمام. لان هي انا رايي انه احسن فرقه بتلعب، وانا عايزين وبعدين احنا عايزين نروح الاستاد عشان نشجع الجزائر في النهائي ان شاء الله باذن الله. استاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي بالاهرام، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاحوال، يعني المعلومات والاراء الفنيه التحليليه الممتازه اللي انا بالتاكيد استفدت بيها، وشرف لي ان انا موجود مع كاتب صحفي كبير في الاهرام. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا فندم، شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا في ختام حلقه برنامج الاهلي الليله، النقد الرياضي او التحليل الرياضي في الامور الفنيه او الامور الاداريه لما بتنظم بطوله مهمه جدا، وانت في المراحل الختاميه عشان تشوف التقييم ايجابي سلبي سواء على التنظيم الاداري او على الناحيه الفنيه في تقييمك للبطوله بشكل عام. حلقة كانت مهمة سواء على الصعيد الفني أو على صعيد النقد الرياضي، لكن إن شاء الله نتمنى التوفيق لمصر إن شاء الله. الختام الجمعة القادم نشوف مباراة كرنفال نهائي، حضور جماهيري مهم جدا كبير في استاد القاهرة إن شاء الله في المباراة الختامية يوم الجمعة القادم. وبإذن الله ألتقي مع حضراتكم في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة، وشكرا وإلى اللقاء.